مايا يوسف عازفة على آلة القانون منذ طفولتها. تخرجت من المعهد العالي للموسيقى والفنون المسرحية في دمشق عام 2007، هذا بالإضافة لحصولها على شهادة البكالوريوس بدرجة امتياز في الأدب الإنجليزي من جامعة دمشق. للفنانة مايا يوسف مشوار فني حافل بالإنجازات تخللته محطات عدة، حتى تم اختيارها من قبل المكتب الاستشاري البريطاني للموسيقى كموهبة استثنائية لتكمل مشوارها الفني في بريطانيا. من عمر 7 سنين بدأت تعلم أصول النوتة الموسيقية معهد العربي للموسيقى، هلأ حالياً اسمه معهد صلح الوادي للموسيقى، تكريماً للأستاذ صلح الوادي وعطائه الكبير لسوريا. كنا نتعلم السولفيج، كيفية قراءة وكتابة النوتة. كان تعليم كتير مكثف، كان مثلاً لازم نكتب تمرين واحد 20 مرة حتى التمرين تماماً يدخل برأسنا. وقتها كانوا المدرسين رائعين وكان كتير مكثف. كان تخيل أنت عمرك 7 سنين عم تعلم هارموني، فكان شيء مثير للاهتمام وأكيد بداية ممتازة لإلي. ضليت 2 سنين عم نتعلم بس النوتة والسولفيج وتدريب إيقاعي صحيح كمان. بعد 2 سنين وقتها كان الجد، وقتها كان لازم نختار الآلة الموسيقية، وقالوا لي أهلي يلا أوكي على مضض ماني مقتنعة. جابوا الفيولون وكل شيء. بعدين بيوم من الأيام كنا رايحين على المعهد العربي مع بالتاكسي مع والدتي، وسائق التاكسي كان حاطط موسيقى قانون. قلت له عفوا هاي شو هاي الآلة اللي عم تعزف؟ قال لي هاي آلة القانون. قلت له رح أعزف عليها. ما طلعت شيء من هيك، شو قصدك عم تعزف عليها؟ نحن من يومين شارين فيولون. ضحك علي وقتها قال إنه هاي الآلة بس للرجال، أنتي بنت كيف بدك تعزفي عليها؟ قلت له بتشوف بدي أعزف عليها. وللصدفة وقتها بنفس النهار وأنا بقاعة الدرس، نحن عم نتعلم بدرس السولفيج، بفوت الأستاذ بليغ سويد اللي كان هو مدير المعهد وقتها، كنت صرت بغير معهد معهد الشبيبة، وبيقول إنه مين بده يتعلم آلة القانون. فوراً بدون لحظة تردد رحت وسجلت، قلت له نمحو اسمي من مصف آلة الفيولون. أنا دائماً بعمل براسي من لما عمري 7 سنين لحد هلا. ما كثير بتهمني المعايير المجتمعية أبداً، والمعايير المجتمعية بالنسبة لهي الآلة إنه هي الآلة للرجال. غالباً الموسيقى العربية بشكل عام مش بس بسوريا، بمعظم إذا مو بكل البلدان العربية تنعزف من قبل الرجال. هذا الشيء أنا جابهته بأول فترة. بيقولوا مثلاً إنه البنت أحلى لا تعزف فيولون، البنت أحلى لا تعزف بيانو. ليش؟ الموسيقى للجميع. صوت ما فيك تصادره أنت، صوت إذا هذا الصوت صوته هاي الآلة بيرن جواتي ما حدا في يقنعني إنه ما أعزف عليها. ما في شيء إنه هذا موسيقى حكر للفئة أو للذكر أو لأنثى، ما في هيك شيء. موسيقى حرية تماما، حرية مطلقة. ما كان عندي خلفية شو هو القانون وقديش عمره ومنين اجت هاي الآلة تاريخياً، ما كان عندي فكرة أبداً. بس صوت الآلة سحرني، خلب لبي وخلص صار بدي أتعلم على هاي الآلة. Thank you.
الآلة حسب المصادر بتقول إنه شكل الأول منها وجد بنمرود اللي هي كانت عاصمة أشورية ببلاد ما بين الرافدين. وأول شكل لهي الآلة وجد على شكلة آلة مربعة معمولة من العاج وموصول عليها تقريباً 4 أو 5 أوتار ومحطوط عليها نوع من النقوش. فهي الآلة ما معرف شو اسمها. هي الآلة تعود للقرن الرابع قبل الميلاد. يقال إنه من هي الآلة تطورت آلة النزهة ومن آلة النزهة تطورت آلة القانون. آلة القانون أخذت اسمها لسببين، ممكن في أسباب تانية أنا ما بعرفها، بس اللي بعرفه أولاً عزف القانون كان تقليدياً قائد الفرقة أو قائد التخت الشرقي. بعدين مع الزمن صار العازف الأكثر خبرة هو اللي يقود الفرقة بغض النظر عن آلته، إيقاع، فيولون، أي آلة كانت، بس عازف القانون هو اللي كان يقود الفرقة، ومشان هيك كان يقعد بالنص كمان. السبب الثاني هو عندي 87 وتر، فكتير من الصعب إنه عزف القانون يدوزن على طبقة غير آلات، فبشكل منطقي اللي عنده 4 أوتار هو اللي لازم يتبع الشخص اللي عنده 87 وتر، فمشان هيك فالطبقة الأساسية باقي التخت، مشان هيك بتسمع بالبداية عزف قانون بيعزف لا، والباقي بيسمعه وبيدوزنه على نفس الطبقة صوت القانون. شوف إنه كل الموسيقى لازم يصير هو وآلته جزء واحد على المسرح، بتصير بحالة توحد. مشان هيك أنا ما برضى أحط قانوني على ستاند. بتشوف بالشكل التقليدي بتلاقي الآلة محطوطة على ستاند وفي هيك فاصل، أنا بحسه هيك مثل حاجز بيني وبين الآلة، ما بحب أحضنها للآلة، بحس فيها أكثر. هيك بتصير بحس الموسيقى بترن من جواتي. أول ما تخرجت من معهد عالي الموسيقى بعد أسبوع نقلت على دبي فغيرت بلد كامل. كانت نقلة كثير مهمة، صعبة ومهمة، لأنه قبل كنت متعودة أعزف ضمن جروب أو ضمن تخت شرقي، فجأة صرت لحالي، وهي الوحدة هي العزلة ساعدتني كتير، لأنه لما بتنعزل لحالك تغوص جوا أكتر لعالمك الداخلي. فاكتشفت حالي كعازفة منفردة، ما كنت بعرف إنه في عندي هذا الشيء. بدبي كنت عم عيش حياة موسيقية ناشطة كثير، لأنه بلد عربي بس بنفس الوقت في ناس من كل أنحاء العالم. فلما بتعزف بتشوف في ناس عم تهز رأسها عم تعرف شو أنت عم تعزف، بس بنفس الوقت أنت عم تعطي مثل هيك ضربة كهربائية لهدول الناس اللي ما سمعانين قانون بحياتهم. فكان كتير حلو إنه أول شيء عرفت القانون لناس من جنسيات مختلفة، وهنيك كمان الحمد لله يعني كان في تجاوب كبير من الميديا. اجتني فرصة انه اجاني عرض انه درس بجامعة سلطان قابوس بمسقط، درس قانون ومقامات موسيقى عربية. فكان صعب انه اتخلى عن حياة موسيقية ناشطة بدبي وروح على تدريس.
بالنسبة لآلة القانون ما كان في برنامج دراسي. يعني أنت بدك تحط برنامج دراسي لناس ما عاد في موسيقى بحياتهم، نحت على الحجر عملياً. كان وكان تحدي حلو، لأنه بالنهاية شفت طلابي لما آخر شيء لما خلصت، لما كنت بوقتها صار في مسابقة مواهب طلابية على مستوى عمان، وكنت أنا مثل الجدج مثل لجنة التحكيم، فشفت إنه واحد من طلابي فاز بالمسابقة، فشفت إنه عملت شيء كويس هنيك، مبسوطة أنا بهذيك التجربة. تم اختياري من ضمن 300 فنان من حوالين العالم ببرنامج جديد تماماً اسمه الإكسبشنال تالنت، الموهبة الاستثنائية. هو شرف كبير وعظيم أنك كمان تكون مدعوم من الارت كونسل اوف انجلاند، اللي هو عملياً الجهة العليا اللي هي بتدعم الفنون ببلد عريق مثل بريطانيا. فمرة تانية قررت أنه أحط تدريس على جنب ونقول لهون. تقيم مايا يوسف أمسيات موسيقية وتعمل على تدريس آلة القانون والمقامات العربية في مركز الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن. بسواس School of Oriental and African Studies بجامعة لندن، النشاط الأول أنه درس آلة القانون، ففي عندي طلاب جنسيات مختلفة وأعمار مختلفة بيتعلموا آلة القانون. جزء من تعليمي لآلة القانون بعلموا كمان مقامات عربية، بعدين كمان عم قود SOAS Middle Eastern Ensemble اللي هو نوع من التخت الشرقي. هلا امتد توسع الجروب، هلا صار تقريبا 20 شخص. كان عبارة عن 7 أشخاص أو 8 أشخاص الترم الماضي، وهلأ عم نحاول ندرب الأشخاص الجداد وعم نحاول ننظم لحفل نعمل فيه الموسيقى العربية الكلاسيك التقليدية. التأليف شغلة جديدة بالنسبة لي. التأليف إجت كطفرة بعد الأحداث بسوريا. كنت رح تقل بدي أقول شيء فطلعت بلشت من هذيك المرحلة اللي هي عملياً من سنتين. أول قطعة ألفتها هي Dreams، هي أحلام. حفل اليوم كان جزء من مهرجان نور للفنون برعاية Royal Borough of Kensington and Chelsea. هو بـ Royal Albert Hall اللي هو مسرح عريق، بشرفني إنه أعزف بهذا المكان الجميل اللي حيتانه استمعت له من آلاف السنين لموسيقى راقية، وكثير سعدت برد فعل الجمهور كيف كان عم يتفاعل معي مع كل قطعة. هلأ عم أشتغل على السي دي تبعي، عم ألف مقطوعات خاصة فيني بتوزيع مختلف، كمان عم خطط لتور باليو كي السنة الجاية، ممكن يكون سولو، ممكن يكون مع اكسبيرمنتال سترينج كوارتيت. وكمان عم بعمل الماسترز تبعي هلا، الحمد لله نلت السكولرشيب من جامعة لندن بسواس، فعم بتم الماسترز بالإثنوميزيكولوجي.